جميع الخلق محتاجون الى الله وهو مستغن عنهم يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني والله هو الغني الحميد وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ولذلك نحن نلجا اليه في طلب الرزق قال فابتغوا عند الله الرزق يعني عنده لا عند غيره والله قد قسم الارزاق بين العباد وفضل بعضهم على بعض كما يشاء سبحانه وتعالى ويرزق من يشاء مالا او جمالا او سلطانا وعطاياه ظاهره خفيه ولطيفه وجليه الرزق الدنيوي يحصل للمؤمن والكافر لكن هناك رزق عظيم يغفل عنه الكثيرون وهو رزق القلوب العلم والايمان محبه الله وارزاق لا تقدر حق قدرها فمثلا الصحه رزق الصحه كنز عظيم وتاج لا يراه الا المرضى نعبتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحه والفراغ فمع ضيق الاحوال الماديه عند الكثير قد يغفلون عن ارزاق عظيمه قد اعطوها فينبغي التفطن لها ومعرفه قدر هذه الارزاق حتى لا يندم الانسان على ضياعها. وقد قال عليه الصلاه والسلام: لا باس بالغنى لمن اتقى الله عز وجل والصحه والصحه لمن اتقى الله خير من الغنى. لاحظوا هذا الحديث. لا باس بالغنى لمن اتقى الله عز وجل والصحه لمن اتقى الله خير من الغنى وطيب النفس من النعيم يعني الواحد تصير نفسه طيبه ما هي مكدره ما هي مكدره هذا من النعيم ولو قلت لإنسان إذا خيرت بين مال وفير مع اعتلال الصحه وبين صحه مع مال يسير ماذا تختار؟ يقول أحد المسنين أنا أنفق على الكش على العلاج كل شهر قرابة ستين ألفا من العلل والأمراض التي عندي بعض الناس عملياتهم تكلف ملايين دخل ابن السماك على هارون الرشيد فطلب الرشيد ماء فأتي بقلة فيها ماء مبرد فقال لابن السماك عظني قال يا أمير المؤمنين بكم كنت مشتريا هذه الشربه لو منعتها؟ قال بنصف ملكي، قال اشرب هنيئا فلما شرب قال ارايت لو منعت خروجها من بدنك بكم كنت تشتري ذلك؟ يعني اذا اصبحت اذا اصبحت محصورا الالم كم تشتري اخراجها؟ قال بملكي كله قال إن ملكا قيمته شربة ماء لخليق أن لا يتنافس فيه فبكى هارون رحمه الله قال بعض الحكماء كنت أنا والصحة نبحث عن المال واليوم أنا والمال نبحث عن الصحة نسأل الله العافية نسأل الله العافية ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عند قوت يومه فكان محيزه له الدنيا من الارزاق الخفيه تعدد النعم وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها وما بكم من نعمه فمن الله فاذكروا الاء الله قال تعالى الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه فاذا كان عندك امن في سكن وصحه في بدن وماء وهواء وغذاء وكساء وعندك عينان واذنان ويدان ورجلان فباي الاء ربكما تكذبان الامن لا يشعر به الا من فقده لا يعرف حقيقه نعمته الا من فقده يعيشون حروب وقتل وخوف ورعب وقصف ومطارده لا اله الا الله ولا يشعر باهميه الاطراف الا من فقدها فاذا كان عندك رجلان قويتان تحملان هذا البدن وتنقلانه من الذي يحس بهذه النعمه؟ الاقطع والمشلول والكسير من الذي يحس بنعمة الأمن والطمأنينة الطريد الشريد الملاحق المهجر سبحان الله هذه الصورة التي تجعلنا نختلف عن البهائم تمشي على أربع نحن نمشي على رجلين والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين نعم الله متظاهرة قال الفضيل لما بكى ليلى قالوا ليش تبكي قال هل انا يعني احاسب نفسي هل بت شاكرا لله ان جعل لي عينين تبصر ابصر بهما هل بت ليلى شاكرا ان جعل لي لسانا أن انطق به ويعدد في هذه النعم يا جماعه نعمه الهدايه ان الله ما جعلنا جمادا ولا جعلنا حيوانا وبهائم ولا جعلنا من اهل الكفر ولا جعلنا من اهل البدعه ولا جعلنا من اهل الكبائر الضالين العصاة المك... الذين بالليل وبالنهار يتعدون حدوده اذا جعلك الله انسانا عاقلا سميعا بصيرا من اهل السنه تعرفه تعرف دينه هذه ما هي نعمه عظيمه نحن الان فوقنا الكواكب الشمس والقمر والليل والنهار يذهب وياتي و... ومطر وزرع وسخر لنا الخيل والانعام ومذلله ومنقاده. طيب هذا الماء العذب وهو هو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات. طيب الاسماك هذه وهو الذي سخر لكم البحر لتاكلوا منه لحما طريا وتستخرج منه حليه تلبسون طب هذه الانعام الله الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تاكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليه حاجه في صدوركم. وعليها وعلى الفلك تحملون في السفن في الماء طيب هذه العين هذه الرئتان هذا الاستنشاق الاكسجين يدخل ما يعادل 300 مليون غرفه صغيره في الرئتين حويصلات هوائيه طيب واذا عندك يعني قوت وعندك نطق وبيان وعندك نطق وبيان من الناس من فقد النطق فصار اخرس ابكم منهم من لا يكاد يبين طب إذا عندك زوجة وغيرك ما عنده زوجة وعندك أولاد وغيرك ما عنده أولاد وعندك وظيفة وغيرك ما عنده وظيفة. قال عليه الصلاة والسلام إن أول ما يُسأل عنه يوم القيامة العبد من النعيم من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد؟ ألم نصح نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد؟ آه المعافاة من الأرزاق العظيمة الخفية. قال عليه الصلاة والسلام اسأل الله العفو والعافية فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية رواه الترمذي وهو حديث صحيح كثير أحاديث سؤال الله العافية لأنه في ناس عندهم آلام اكتئاب قلق خوف حرمان لزوم الفراش في ناس مسجونين أنت الآن هناك أناس في السجن وأنت حر طليق اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي ثم يسأل الله الحفظ من الأرزاق الخفية جماعة صلاح الزوجة والأولاد لو عندك زوجة صالحة هذه نعمة عظيمة لو عندك أولاد صالحين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين يعني يعملون بطاعتك وكيف لو واحد عنده يعني شوف هذه عائلة في مدينة من مدن المسلمين بها ستة عشر ولدا كلهم من حفظة القرآن هذا هذا شيء من النعيم فوق فوق الـ فوق الـ الوصف من الأرزاق الخفية راحة البال ما قال الله تعالى وأصلح بالهم يعني أمرهم شأنهم حالهم هذه كلا عبارات المفسرين أصلح بالهم اصلح معاشهم صلاح الخاطر في ناس مشتت القلب مضطرب البال يخاف رغيف خبز يابس تاكله في زاويه وكوز ماء بارد تشربه من صافيه وغرفه ضيقه نفسك فيها خاليه او مسجد بمعزل عن الورى في ناحيه تقرا فيه مصحفا مستندا لساريه معتبرا بمن مضى من القرون الخالية خير من الساعات في القصور العالية تعقبها عقوبة تصلى بنار حامية والله لابد نفكر حقيقة إذا واحد عنده أمن إبراهيم سأل الأمن قبل الرزق رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق ألو من الثمرات أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في بدنه عند وقوته يوم رتبها ترتيب سبحان الله الأمن الصحة, الامن الصحه الرزق الامن الصحه الرزق الامن الصحه الرزق هذا الحديث واذا عندك بركه واذا عندك بركه ويكفيك القليل ومن اسباب البركه الصدقه واذا كان عندك قناعه وعفاف وقلبك غني النفس تجزع ان تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها وغنى النفوس هو الكفاف فان ابت فجميع ما في الارض لا يكفيها الغنى غنى النفس اذا واحد عنده غنى النفس هذا اعظم من كل الاموال لانه خلص راح يكون راضي ومطمئن بما عنده وما يتطلع ولا يحسد ولا يتطلب وليس يعني قلقا ولا يشعر بالحرمان طول طول الوقت وهو مكدر ما عندي ما عند غيري خلص عنده غير النفس عنده الاستغناء عن الخلق واذا انعم الله عليك بالتوفيق وتيسير الامور اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا يتق الله يجعل له من أمر يسرا إذا هذه نعمة أخرى عظيمة وإذا وفقك الله للدعاء وأن تلجأ إليه وأن تعبد وإذا رزقك العلم وإذا رزقك الفقه إذا يا إخواني هل رأينا كم من النعم يمكن أن تكون في أيدينا ونحن غافلون عنها نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا فضله اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك أيها الإخوة والأخوات استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله